السلام عليكم خياتي، كي راكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتمنى ان شاء الله فيتنا اليوم يلقاكم باحسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله نشارككم وصفه رائعه بنينه بنينه بالبزاف بذوق ولا اروع، ذوق بنين 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 بالبزاف. هذه اقل كلمه نقولها في هذه الحلوه. هذه الحلوه اللي طيبتها وما خلونيش حتى نصورها باش نقدمها تنمو بنينه. حلوه تاعنا اليوم حلوه رائعه، نتمنى ان شاء الله تشوفوا الوصفه من الاول للاخير باش تستفدوا اكثر واكثر. ودام تشوفوا حلوه تاعنا اليوم وشوفوا وصفه تاعنا اليوم، نقولكم البنات ما تنسوش الصلاه والسلام على رسول الله، وكذلك ما تنسوش لي جيم ولي كومونتير، هكا تحفزوني اكثر واكثر. نبداو بسم الله على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. شنو نحتاج في هذه الوصفه؟ عندنا 250 غرام تاع زبده طريه تكون درجة حرارة المطبخ، عندنا 3 مغارف كبار تاع سكر ناعم، وعندنا 3 مغارف كبار تاع فلون بذوق الفراولة، عندنا 2 حبات بيض، عندنا كاس تاع سكر ناعم، وعندنا كاس تاع جوز الهند اللي هو نواس كوكو. بطبيعة الحال نحتاجو فاين الطحين، ونحتاجو نصف كيس خامية الحلويات. الحلوة تاعنا اليوم الذوق تاعها مزيج بين ذوق الفراولة وجوز الهند، يعطيها ذوق ولا أروع. نبدأ بسم الله بركة الله بطريقة التحضير. أول مرحلة في هذه الطريقة شنو نحتاجو؟ عندنا الدهان تاعنا يكون درجة حرارة المطبخ، نضيفو له 3 مغارف كبار تاع سكر ناعم. عندنا كذلك بالنسبة للأخوات اللي مش متوفر عندهم سكر ناعم، يقدو يستبدلوه بثلاثة مغارف كبار تاع سكر حبيبات عادي. عندنا 2 حبات بيض يكونوا كاملين، وعندنا هذا المكون اللي غادي يعطيها ذوق وشباب بزاف وبنة ولا أروع، عندنا 3 مغارف كبار تاع فلون بذوق الفراولة. دونك في هذه المرحلة عندي غادي نخلط المقادير جيدا بالباتور. علاه نخدمو بالباتور؟ باش هذاك السكر يذوب لنا مليح مع داك الدهان ويعطينا خليط يكون كريمي. الأخوات اللي ما عندهمش الباتور يخلطو باليد، بصح يخلطو مليح حتى يذوب لك المقادير. أنا غادي نحطهم نخلطهم بالباتور ونولي معاكم. هنا بعد ما خلطت المقادير جيدا وندمجو مليح مع بعض وتحصلنا على خليط يكون كريمي، في هذه المرحلة نستغنى من الباتور ونخدمو فقط باليد. شنو غادي نحتاجو؟ نتأكدو أن المقادير تخلطو مليح مع بعض بهذا الشكل. كل ما تخلطوهم مليح كل ما تعطيك نتيجة رائعة. في هذه المرحلة شنو غادي نضيفو؟ غادي نضيفو كاس تاع نشا اللي هي مايزينا، ونضيف لها كذلك كاس تاع نواس كوكو اللي هو جوز الهند، ونخلطو بهذا الشكل حتى يدخلو لك المقادير مليح مع المكونات. هنا بالنسبة للأخوات اللي مشي متوفر عندها فلون بذوق الفراولة، تقد تعوضها فقط قلتلكم بالسكر حبيبات، وتضيف له عاد الفراولة يعطيها تانيك بنة رائعة، ونفس تقريبا نفس النتيجة. دائما نبيها نقول لكم دائما لي فيديو تبعوهم من الاول للاخير. كاين بعض الاسئله تجيني في لي كومونتير، نحسهم باللي هادو ما تفرجوش الفيديو، كنت تفرجوا الفيديو من الاول للاخير يفهموا شنو كنت نهضر. على بها مرات نضطر انني ما نجاوبهمش. هنايا بعد ما خلطنا هذوك المقادير دوك نضيفوا نصف كيس تاع خميره الحلويات، ونضيفوا معها الفرينه اللي هو الطحين. بالنسبه للكميه تاع الطحين نحتاجو حوالي 500 غرام تاع الطحين. انتي هذيك 500 غرام ضيفيها بالتدريج حتى تحصلي على عجينه تكون اطراف. انا غادي نلمحها فقط باطراف الاصابع ونولي معكم. هذه هي العجينه تحصلت عليها، تكون طايه ما تكونش تلصق في اليدين. دونك في هذه المرحله شنو نجيب؟ غادي نجيب كيس بلاستيكي ونحل العجينه تاعي ونولي معكم. هنا بعد ما حيت العجينه تاعي ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه بزاف كما تعرفوا عندي حبه حبه. دونك شنو غادي نجيب؟ نجيب الطابع تاع القلب، انا خليت هذا الطابع، انت الشكل اللي تحبي ديريه. نبدا نطبع فوق الكيس بلاستيكي باش تتحصل على داك الشكل البومبي بهذه الطريقه، باش يجي لها داك الشكل البومبي، يجي لها داك الشكل الشفير بهذه الطريقه. بعد نقلعو الكيس نخدمو عادي بهذا الشكل. قريب لكم حابه باش تشوفوا السمك وفي نفس الوقت تشوفوا الشكل كيجيكم بومبي. شوفوا بهذه الطريقه، انا غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نطبع كامل الحبات ونديرهم في بلان ونقول نولي مع بعض باش نقول لكم طريقه الطهي تاع الحلوه تاعنا.
هنا بعد ما طبحت كامل الحبات طبحت نصف كميه وبقات لي كميه وحده بعد طبحها درتها في بلا في نفس الوقت دايره الفرن تاعي سخون درجه حراره 180 ندخل الصابي تاعنا يطيب ياخذ له تحميره شابه من التحت وتحميره خفيفه من الفوق ويكون تكون الحلوه تاعنا واجده. انا ندخلهم يطيبوا ونخليهم يبردوا ومن بعد نولوا مع بعض باش نزينوا الحلوه تاعنا. هنا بعد ما طبحت كامل الحبات طبحت نصف كميه وبقات لي كميه وحده بعد طبحها درتها في بلا في نفس الوقت دايره الفرن تاعي سخون درجه حراره 180 ندخل الصابي تاعنا يطيب ياخذ له تحميره شابه من التحت وتحميره خفيفه من الفوق ويكون تكون الحلوه تاعنا واجده. انا ندخل هنا بعد ما طاب الكاطو تاعي وبرد لي شوفوا اللون تحصلنا عليه والحبه قدوتها. دونك بالنسبه للتزيين شنو نحتاجو؟ عندنا كميه من المعجون، عندنا جوز الهند اللي هو نوت كوكو. دونك شنو غادي ندير؟ طريقه عاديه وبسيطه، نقدر الصابي تاعي اللي ساق حبه مع اختها بهذا الشكل يكمل لبس بها من المعجون، نسقو حبه مع اختها بهذه الطريقه ونجيبو هنايا نطلو كامل الاطراف. مادا بيكم لكان عندكم معجون تاع الفراوله ولا تاني كيعطيها بنة شابه بزاف ويمشي نتا عندها، مادا عادي تستعمل معجون تاع المشماش تاني كيعطيها ذوق ولا اقوى. ونديرو الحبة تاعنا في نواة كوكو اللي هو جوز الهند ونرمدو كامل الحبة تاعنا بهذه الطريقة بهذا الشكل. هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه. ديرو له كمية لاباس بها من جوز الهند تحصلو على هذا الشكل. أنا غادي نكمل بهذه الطريقة نلصق كامل الحبات تاع لي صابلي ونزينهم كامل بجوز الهند اللي هو نواة كوكو ومن بعد نتلاقاو باش نشوفو الوصفة تاع نهار اليوم بشكلها النهائي. وهذا هو الشكل النهائي تاع الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم. شوفوا الأشكال اللي درتها، درت على شكل قلب جا شباب بنين بزاف، وكذلك درت على شكل المقروطات. هذه اختياري، تبغوا ديروه تبغوا تستغنوا ليه، بصح الأخوات اللي ما يبغوش يلصقوا الحلوى بالكونفيتير ولا يديروا هذه الطريقة سهلة وبسيطة. بالنسبة للكمية هنا الكمية درت على شكل قلوبة قطعت لي حوالي 20 حبة، وأما هادو المقروطات قطعت لي 10 حبة، سما المجموع 30 حبة. دونك نقسم لكم الحبة باش تشوفوا الطراوة تاع الحلوة تاعنا. صدقوني جات بنينة بنينة بالبزاف. نتمنى إن شاء الله الأخوات كامل يجربوا هذه الوصفة. شوفوا وكل ما تقعد لكم هذه الوصفة كل ما تطول كل ما تولي لكم طرية. نتمنى ان شاء الله فيديو هاني يكون عجبكم، نتمنى ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه عليكم. دونك معايا نقول لكم الى الملتقى الى وصفات اخرى ان شاء الله.